النعمة يا كلبة؟ حاولت تهرب الكلبة. حاولت تهرب زعيم. كذاب! انت ناسي تراقبها من كل الزوايا؟ حيوان! كلنا سلامتها تهمنا. ما نريد لا ضرب ولا اغتصاب ولا نلوث ايدينا بالدم. إذا جماعتها ما دفعوا ساعتها نقتلها ونخلص منها. لك هاي حرمة لك؟ وين تريد تهرب؟ لك هاي القاع إلنا وإحنا محتليها. مرت اللخ إذا عدت هالسالفة لسانك أقصه. قوم انقلع. حاضر زعيم. هلا ومرحبا. لا هذا الوالد ما رضى يستلم الاغراض. وزعنا على الفقرة. ها مثل ما دا اقول لك وزعنا على الفقرة. شلون امام الفقرة حلوة مو؟ لا حلوة. نهج جلال يم جماعتك؟ لا 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 ابد. لا عاد عدمن. انت ايش رايد من عندها؟ تهمني كلش واريد اعرف وينها. زين انتظرني بعد ساعتين واخابرك. في مال الله. أستاذ ناجي ما مهم أبدا رقم التليفون. أنصحك للضيعة من الوقت. هذول أرخاص بربع المبلغ المقابلي. إيش راح يسوون بيها إذا قتلوهم؟ أستاذ ناجي ساومهم. أنا حاسس الكل بيعرف وين ومين اللي خطفه. وكل عم يعطيني دروس. طيب ناجي اهدى فهمني ايش ناوي تساوي. رايح شوف الشيخ عبد الله. طب خدني معك. امشي. خلي بالكم من نفسكم. ناجي شو الاخبار؟ بعدين محمد بعدين. ساوسه راحوا فين؟ راحوا عند الشيخ عبد الله. العشائر هم ملوك الصحراء. هم يجيبوا اخبارها. ظاهر من الدار اللي كانت فيها في الصحراء. تفتكر ممكن يقتلوها؟ ما نتصورش. كان جت أمريكانية أو أوروبية يمكن بتصير سياسة. أما هون بزنس فلوس. إذا تريد تشتغل شغل البلطجة وشغل العصابات ما في داعي تشتغل ويانا. اشتغل بعيد عن المكتب وبعيد عن اسمنا. إحنا رجال سياسة وما نمارس هذه الأساليب. بعدين إحنا راح ندفع الثمن. افتهمت لو لا؟ أقول لك ليش أنا سويت اللي سويته. بحكم السياسة يعتبر كفر. السياسي ما يخطف ولا يساوم خاطفين. بس أنا اللي أعرفك هواي السياسيين يخطفون ويساومون وكل شيء يساومون. إحنا ما علينا. المهم إحنا ما نمارس هذه الأفعال. اسمع هسه إحنا مو فارغين من انتخابات قريبة. هذه 250,000 دولار. هذا حق البضاعة وحق المكان. اسمع تاخذ وياك الشباب وتدليهم على البضاعة وعلى المكان وهم يعرفون شغلهم وترجع لي بسرعة. يلا. صار. الو محمد اسمع راح يجي موسى. صرف. Thank you.
بدرنا. برأيك رح يقدر يعمل شيء الشيخ عبد الله؟ أبدا. أبدا. ودار مطولين لنوصل؟ رح نوصل أستاذ ناجي. أكو صار لنا أكثر من ساعة ماشيين بمضارب الشيخ عبد الله. اهلا مرحبا. هلا استاذ ناجي. يا هلا فيك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ ناجي. وباللي معه. يا هلا مرحبا. تفضلوا. صار اطلبك اذا عندنا ما تطلع من هالمكان الا وهو معك. شيخ عبد الله نائب مثل مرتي، انا مستعد انكم تكتبوا كتابي عليها هون. واحده مثل ناهد معك حق تدافع عنها وتطالب فيها، لكن تاكد يا ناجي إنه الجلال مه بديرتنا، ولو كانت بديرتنا والله ومالك على يمين إلا خلي يدك في يدها وتطلعوا منها. يا شيخ يعني نحن دايسين بصوتك، لقي لي حل. أنت تشوف بعينك يا ناجي، البلد فوضى. أنا الشيخ، أنا برا ربعي عشيرتي ما صارت لي كلمة، كل واحد صار زعيم. إلا كلمتك شيخ، يعني أنت لما همست بداني أمس أنا سمعت كلامك فورا. أنا وقفت التقرير اللي بيحكي عن المشاكل اللي عم تصير بيناتكم بعد السقوط. صح قلت لك يا ناجي، ناهد مهب قانا، وبعدين احنا هذين الناس اللي يتصلون فيك ما نعرف منهم، لو نعرفهم كان مسكنا الخيط من أوله. أنا لو بعرفهم أنا بروح أتفاوض معهم، حتى لو بده يكلفني هذا الشيء حياتي. إيش هالحكي هاد ناجي؟ بتروح برجليك لعندهم؟ طبعاً بروح برجلي، طبعاً بدي أعرف نهايتي وين. فيش داعي للجنان، خلصنا بقى. شيخ إذا أنت بتكفل حياتي أنا مستعد روح حتى ولو على جهنم، صدقني. أنا أقول اهدى يا ناجي اهدى، خلني اشوف شو الموضوع. البيت بيتكم، اسمحوا لي ان شاء الله ما يصير للخير. اسف دلشان ما راح اقدر افيدك ابد. انا بصراحه بالي مجموعه الشباب حركين نعطيهم كم فلس ويعفوها، بس يبدو الموضوع كبير بسياسه واقتصاد، يعني اكبر مني. شلون يعني كبير؟ انت تعرف اللي خاطفيها؟ حتى لو اعرف ما اقدر اقول. ليش؟ شنو ليش؟ يعني الا اذا تريديني افديناها الجلال بحياتي واموت بداله. بس اقدر افيدك بشغله واحده. شنو؟ اللي خاطفيناها الجلال يتحركون بكل العراق،
حسب ما عرفت انه هسه صاروا بالانبار. يعني هم من الانبار؟ لا هم مو من الانبار، ما لهم علاقه بالانبار، بس هم ما حد يندلهم ولا احد يقدر لهم. ولا تسأليني اكثر بعد. بعدين لا تصدقيني بابوك واوهامه، يعني شخص زين، لا بقت ولا قتلت. قدرين تقولين لقيت كنز قدامي وعرفت شلون اتصرف بيه واصرفه، هذا كل شيء. واني دا ادافع عن ناهت لانها كنزي، لانها هي اللي فهمتني، هي اللي فتحت عيوني على حياه جديده ثانيه. حقك، انا ما اقول مو حقك، كل واحد لازم يدافع عن كنزه الحقيقي. انت ناهت جلال وانا المرحوم ابو سطام. المهم لا تريدين شي قولي لي، انا مسافر بيروت ان شاء الله ما اطول يعني. زين بعدين ازعلي مني، انا ما عندي غيرك. ماشي انتبه على نفسك. مع السلامة. مع السلامة. للأسف يا ناجي، مثل ما قلت لك، أنت لازم تتواصل مع الجماعة اللي قاعدين يتصفون فيك. احتمال خلال الاتصالات تلاقي خيط تعرف هي وين. يعني ما في غير الحل مبدئيا؟ لا، الرب موجود وإحنا وإنت راح نسعى إن شاء الله يا رب. احنا بنستأذن. يا هلا مرحبا. حياكم الله. يا هلا يا هلا مرحبا. كيف بدي ارجع على القاهرة لحالي؟ كيف بدي اشوف هلا وهذا ناهد؟ ما قدرناش نعمل اشي، تركناها لحالها، تركناها تروح من بين ايدينا. الله بالخير زعيم. الله بالخير. الله بالخير. طلبتني؟ اسمع يا ابا، فهم الجماعة، احنا رفعنا السعر للخمسة مليون دولار، والمهلة خمسة ايام، واللي راح ياخذوها جثة عايمة بالنهر. افتهمت؟ صار زعيم. شي روح وياي. وين؟ للانبار. ناهد هناك. للانبار؟ اي انا متأكدة، واذا ما تريد تروح وياي اروح وحدي. حبيبتي انت تعرفين شنو الانبار؟ الانبار بادية كبيرة، صحراء، يعني شلون ندور على حباية رمل بنص الصحراء؟ عم سرقون انت تحكي وياها، ترى انا مليت. انا ما اعرف. زين وين بالانبار؟ ومنو قال بالانبار؟ حبيبتي انت بس اهدائي والله كريم. ما اريد اهدى، واذا ما تريد تروح وياي اروح وحدي. دشان لك روح وراها على الكون نسويها من صنوك. روح.
حبيبتي، القصة صعبة ويرادلها شوية عقل. ليش شنو بده يصير بكل بغداد في حمل عقل لحتى نفكر بعقل؟ هاي شبيك؟ امشي امشي، خلنا نروح للفندق، اريد اطمن عليهم ونشوف شو صار وياهم. ماشي حبيبتي ماشي. طيب الفرنسيين كيف حرروها لكريستين؟ دفعوا لها فديه. ونحن رح ندفع فديه. ايه احكي مع المحطه متاعها. حكيت محطتها ما رح تدفع مليونين دولار. انا كلمت الشغل عندي وقالوا انه ممكن يساهموا بشويه فلوس. باي لم تبرعات من منظمات دوليه. الوقت يا محمد الوقت، ما في وقت. باي خليها عليا، انت احكي مع المحطه متاعها، شوف قديش نجم تلم فلوس. ما رح يقدروا يدفعوا غير مليون. لازمنا فورا نلم الفلوس. شريك من باريس يجي معاونا. الصحفيين كل متعاطفين معنا. متعاطفين؟ التعاطف ما رح يفيد، ما رح يحررها يعني. بابا لازم تسمعني. أما كريم تخبل، وخالك شيروان صار لسنة ما طالع من البيت، وأنا اعتبرني صرت أطرش، ما أريد أسمع ولا كلمة. بابا أنا رح أسافر لبيروت. سمعت، وللمرة الأخيرة أنا دا أسمع. أنت شو تريد مني؟ تريد تقول لي أنه أنت سياسي؟ معظم السياسيين أول شي يسووه يتخلون عن أخلاقهم. طبعا سياسيين هالأيام، ولازم أبوس إيد آيات لأنه راح يطلع ابني من الموت. أنا اللي متت من الجوع والتعذيب بالسجون وما قبلت هادن، جيت أنت بكل بساطة وخلتني أبوس أيادي. أنا اللي كانوا كل أصدقائي يبوسون إيدي حتى أغفر لهم. سخ وسفة وسفة. بابا أنا مسافر برا بغداد كم يوم وأرجع. تتعرف كل زيان أنا ما أقدر أظل برا بغداد فترة طويلة. وأريد أقول لك شغلة واحدة، إنه أنا لا قتلت ولا نهبت ولا أخذت حق أحد. كل ما بالموضوع إنه رزق أجى بطريقي واستغليته. بعدين أنا ما أريدك تبوس إيد أحد أبد على مودي أبد. نديموا على إخواني ماتوا بالحرب، وأنا يمكن أروح بمفخخة، من يدري؟ خليني أعيش، خليني أعيش. أنا مو حرامي، أنا مو حرامي ولا سيء. بعدني بن كاظم كمال.
شوي. حتى اللي بيبقى في السجن بيخرجوه. صبري شوي. انت منين؟ انا عراقي من الموصل. لو حد خطف اختك او حد من عيالك تعمل ايه؟ اموته. واذا عندك اخ يجي يقتلنا ويحررك او يدفع. اللي بيحصل؟ انتهت المدة من يومين واهله ما دفعوا. اسمع يابا، فهم اهله لو يدفعون 20,000 دولار والمهلة 5 أيام ولا أشمر جثة ليش لا بالشوارع. حاضر، جيبوا شباب جيبوا. ما حدا اتصل. اطمئن استاذ ناجي، إذا اتصلوا رح أعتذر لك فورا. طيب تشكر. تدلل استاذ. رابع يوم وما حدا بيتصل. ناجي، عشاني، عشان خاطري، ريح حالك شوي. إذا بيمسوا بأذى رح أعتبره تاري لآخر يوم بحياتي. أنا كمان بعرف شو السلاح. هم هاد اللي بدهم إياه. بدهم يوصلونا لهاي المرحلة، الانتقام. تنبقى شعوب متخلفة تقتل ببعضها. سألني أي صحفي الفرنسي كريستين. سألني كريستين وين وين خطفوها وين احتجزوها. أنا سألتها وكلمتها، رايقت لي الحكاية بحثة منطقة صحراوية. هي وصلوها على الحدود السورية بتنسيق مع واحد من العشائر ورصفارة فرنسا، سلموها على الحدود السورية. وسع وسع بالك أخوي. لا لا أنا هادي. طيب وبعدين شو صار؟ شوف، كاترين اتصلت بجمعيات من أوروبا، قالوا لها 3 أيام ونلموا لك شوية تبرعات. تحت أي بند؟ تحت بند تحرير رهينة من عصابة. نلموا الفلوس في أقرب وقت، هذاك الحل الوحيد. شنو بش نوليه بوليس ضرائب احنا؟ شكو يا أبا؟ أبد ماكو شيء. اقتلوني بدل ما تعذبوني هنا. جبلك تسكتين لو اقطع لسانك. الو سيد ناجي، العرض الاخير 5 ملايين دولار والمهلة 5 أيام من الحين. احنا موافقين، بس الضمانات بيد مين؟ جهز المبلغ ونتفق على التفاصيل. ايش وقت تجهز المبلغ؟ طيب خلينا نلتقي ونتفق. خلينا نلتقي ونحكي مع بعض ونتفق. 5 ملايين دولار صدقني يا اهل فقرة، يعني اذا بعنا اللي فوقنا واللي تحتنا ما رح نقدر نجمع 1,000,000 دولار. نحن بس نلتقي بنحكي لا نحن رح ندفع، بس خلينا نلتقي ونتفق. ناهد عنكم
يعني نحن ما رح نقدر نعمل أي شيء خل بشروط الاتفاق. زين حكي عاقلين. أسألك باكر، أنا بدي دليل أنه ناهي الطيبة. حقك حقك، باكر انتظرني على التليفون. ماشي، أي ساعة؟ ما أعرف. توه مش تبدأ الخدمة بالحق، حتى الخاطفين خايفين منا. خايفين منا نحنا؟ نحنا ليه؟ صحفيين وعرب. مش عارفة ايش اسوي لناجي، حاسسه رايح يجن. عنده الحق، يلزمنا نرد بين عليه. تفضلي يا ستي، أحلى كوباية عصير لأحلى ماما في الدنيا. سيبيني في حالي. طب يا ستي بلاش العصير أهو، أجيب لك حاجة تاكليها. ماليش نفسي يا علي. ماما بقى أبوس إيدك كمان شوية. خلاص يا علي. طب أقول لك على حاجة، تعالي أخدك تريحي جوا شوية. يا سلام، سيبيني في حالي بقى. لا تخافي. خذ اشربي يا خية. أنا فين؟ أنت مراضي الشيخ عبد الله. الحمد لله. من أنت؟ احكي يا خية. أنا صحفية مصرية، كنت مخطوفة. أنا أخوش بإذن الله. عليها تعبان. اتحرك، انزل انزل يا ويلي. ولا كنت وعدها نكون اخوها. وليه ما تخبر الشيخ عبد الله باللي يصير؟ الشيخ عبد الله بعيد عنا 4 ايام، ما يقدر يساعدنا، واحنا براضي شيوخ ما تخاف الله. والله ما ادري ايش اسوي، والله ما ادري.
استاذ ناجي، استاذ ناجي تليفون. الو علي خالد. لا انا ما راح اقدر اطلع برات الاوتيل، تعال انت هلا بس تيجي بحكي لك. يلا بستناك لا تاخر. استاذ ناجي في شيء؟ لا شكرا. انا وين ليه ايزابيل؟ لوك اور انفستيجيشن اوف ابو غريب شوك امريكا اند ذا وورلد. ناجي، if you give us the information you know we can help free Nahed, let us know. I will thank you. I will. Okay. Bye. انت مربين يا كلبة. وصلت الأمانة. قد هذولي؟ $200,000. زين ذبل النقل السريع وخليته بروحه. هذا زلمة كبير واتفقنا الوصلة اليوم ربعة. لا أقول لك ذبل النقل السريع. دوريات الأمريكان قاطعة كل الشوارع. افتهمت؟ تامر. أخذ أبويا. ادفع رواتب الشباب. أكو خيانة. اكو واحد مخبر عنه. ما اعرف، لا يكون من العشائر الثانيه. زين روح هسه. انا وين؟ زين تدللون. يا أخي أصعد لغرفتك وهم يحولوا لك المكالمة. ما عاد عندي ثقة بحدا، ماني واثق إنه راح يحولوا لي المكالمة. تعبت من التفكير، ساعدني يا خالد، أنت بتعرف أكثر مني. رأسي راح ينفجر من التفكير وأدمع مسمع قصص. ماكو حل غير الدفع. الخطف صار مودة والكل لازم تدفع. واللي ما معه؟ اللي ما معه يموت. يموت. ما معه بيموت. أستاذ ناجي، أستاذ ناجي تليفون. ألو. أيوة. شكد تريد وقت حتى تقدر تأمن $3,000,000؟ يعني شهر. بدي شهر تاني. سيد اليوم الأحد، اليوم الجمعة، وبصلاة الظهر إذا ما أمنت المبلغ اتشاهد على روحك.